من أبرز حقوق الإنسان، وهو الحق الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد الحاجات الفسيولوجية حسب هرم موسلو، حق الأمان. من الواضح أن المرحوم الشهيد الحاج حسن الستري كان يؤمن بهذا الحق، وكان هذا الأمان متوفرا له بدرجة ما، ولم يكن يشعر بأنه مهدد في أمنه أو في محيط قريته، ولكن تبين أن هناك من اعتدى على هذا الحق، هناك من زعزع أمن المجتمع وجعل الناس تعيش في خوف مستمر. نسأل الله أن يعيد الأمن والأمان لهذا الوطن. نبقى الآن مع كلمة للحقوقي السيد يوسف المحافظة، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. أتقدم التعزية على الذكرى السنوية للشهيد حسن الستري، وأيضا أتقدم بالتبريك لعائلة الشهيد المؤذن الحاج حسن الستري. الشهيد حسن الستري هو ليس أول شهيد يقتل في حادثة غموض، سواء كانت في فترة السلام الوطنية أو حتى مؤخرا، قبل فترة بسيطة يمكن شهر أو شهرين، هناك العديد من الحوادث التي شبه الغموض، ولا تقوم بالتعليق وزارة الداخلية على مقتل هؤلاء الشهداء، وفي الأغلب تتنصل من المسؤولية، فقد سبق هناك العديد من الحوادث. لو نتذكر نرجع إلى فترة السلام الوطنية، أولهم إذا ذاكرت صح أتذكر أولهم كان السيد محفوظ من منطقة سار، أو يمكن قبله حتى عبد الرسول الحجيري، وعيسى الرضي من سترة، علي القصاب أيضا هذا العام الماضي، والشهيد عبد النبي كاظم، الشهيد يوسف موالي قبل شهرين. كل هؤلاء قتلوا في حوادث غموض ومريبة، والقاتل مجهول ومعروف ولكن طليق، والداخلية هي من تتحمل هذه المسؤولية، ولكنها لم تقم بالتعليق ولم تقم بالتحقيق أيضا في مقتل هؤلاء، وأيضا النيابة العامة لم تقم بالتحقيق في مقتل هؤلاء الشهداء الذين تحدثت عنهم. ليس فقط الداخلية والنيابة العامة لم تحقق في هؤلاء الحوادث التي ذكرتها، ولكن هناك عدد من الحوادث الأخرى أيضا التي نشرت في حسابها في تويتر بأنها ستحقق فيها ولم تحقق. مثلا لو نرجع إلى الذاكرة، مثلا قضية الشهيد علي الشيخ، أين نتيجة التحقيق في قضية الشهيد علي الشيخ؟ أين نتيجة التحقيق في قضية الشهيد أحمد القطان؟ أين نتيجة التحقيق في قضية الشهيد علي بداح؟ أين نتيجة التحقيق في قضية الشهيد صلاح عباس؟ وأيضا أين نتيجة التحقيق في قضية الشهيد فاضل العبيدلي؟ كل هؤلاء الشهداء قالت وزارة الداخلية بأنها ستحقق في من قتلهم، ولكن تكتفي بهذه التغريدة في التويتر، وبعدها لا نرى شيئا، وتتكتم على الموضوع وتغلق القضية. وحتى أهالي هؤلاء الشهداء أنا على تواصل معهم، كلهم يقولون بأننا عندما نذهب إلى النيابة العامة أو وزارة الداخلية للاستفسار عن شنو صار عن القضية، حصلتون القاتل؟ لحين يقولون لا زالت التحقيقات جارية. هذا الكلام غير صحيح. المسؤول الأول في مقتل كل هؤلاء الشهداء الذي ذكرتهم هي أفراد ومنتسبي وزارة الداخلية، سواء كانوا الأمن الوطني أو وزارة الداخلية أو يمكن الحرس الوطني، أي كانت، ولكن المسؤول الأول تبقى هي وزارة الداخلية، لأنها هي المعنية بحفظ الأمن وهي المعنية بتطبيق القانون. ليس فقط حوادث القتل اللي لا تحقق فيها وزارة الداخلية أو النيابة العامة، بل أيضا مثلا لو لاحظنا حتى
قيام مثلا المرتزقة برمي الملتوف على المتظاهرين اللي نشر الفيديو في منطقة الجفير، أيضا تنشر وزارة الداخلية بأنها ستحقق ولا تحقق شيئا. أيضا حادثة الشاخورة، قالت وزارة الداخلية بأنها ستحقق ولا شيء. هذا هو يعني، لذلك لا يتم التحقيق في قضية الشهيد حسن الستري أو هؤلاء الشهداء، لأن هذه الوزارة هي المسؤولة عن مقتل هؤلاء الشهداء، وهي متواطئة والنيابة العامة متواطئة في هذه يعني في مقتل كل هؤلاء، كلهم شركاء في الجريمة، سواء المتستر على الجريمة أو الذي قام بالجريمة ومن ثم سكت عنها. هناك ما أريد أن أقوله، هناك ازدواجية في معايير تطبيق القانون يتم يعني في الوقت التي أي شخص يقتل من قبل المعارضة إن صح التعبير أو من الطائفة الشيعية يتغاضى عن القتلة، حتى مع وضوح الجناية وثبوت الأدلة ومعرفة الجناء، إلا أن الجهات الأمنية لا تكشف الحقيقة للرأي العام، وفي المقابل هناك أشخاص يتم تطبيق القانون عليهم بين قوسين على خلفية عملهم الحقوقي والسياسي، ويتم القبض عليهم في زمن قياسي، بعضهم حتى في 24 ساعة وبعضهم 6 ساعات، ويعني ويتم الحكم عليهم بما فيهم الرموز الذين يحكم عليهم مؤبد. في نفس اليوم قبضوا عليهم وقالوا فبركوا قضايا كلهم وحكموا 25 سنة، بس الحوادث القتل كلها ما حد يعرف، وتم أكثر من سنة، يعني الحين سنة ونص لحين ما يعرفوا من اللي قتل الشهيد علي مشيمع. لو رجعنا أول شهيد أو من هو قاتل علي مشيمع، لا أحد يعلم، لا يوجد أي تحقيق. وأيضا في المقابل مثل ما قلت أشخاص أبرياء قاموا بعمل سلمي، هم خلف القضبان، وآخرهم رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب بسبب تغريدة، هو الآن في السجن، واليوم أيضا قاموا بالتمديد له 7 أيام لأنه انتقد رئيس الوزراء. ولكن القتلة والجلادين وكل قتلة الشهداء، سواء الذين حققت فيهم الداخلية أو لم تحقق فيهم الداخلية، كل هؤلاء يسرحون ويمرحون. يعني هذا هو بلد القانون، أو هذا هو بلد القانون والمؤسسات. حتى الآن وزارة الداخلية بحسب علمي لم تكشف عن من قتل الشهيد حسن الستري الذي قتل، وهناك إصابات في الرقبة والظهر وكسر في فقرات الرقبة، وهناك جرح عميق، يعني هناك قاتل، هناك جاني، ولكن الحقيقة مغيبة عن الرأي العام. أنا متأكد بأن الداخلية تعلم من هو قتل الشهيد، ولكنها تخفي هذه الحقيقة عن الرأي العام. أيضا في قضية الشهيد حسن الستري، ليس فقط وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية مقتله، بل في تقديري حتى وزارة الإعلام وتلفزيون البحرين الذي لعب دورا طائفيا وتحشيديا وتعبويا ضد أبناء الطائفة الشيعية على مدى 3 أشهر. وكما ترون، لكن يعني هاي مشكلة في البحرين، أن المسؤولين عن إثارة الطائفية في البلد، سواء كانوا رجال دين أو مذيعين أو إعلاميين أو صحفيين، لا يتم التحقيق معهم ولا يزالون في مناصبهم تحت رعاية وحصانة رسمية. يعني المشكلة اللي كلها اللي قلتها، المشكلة التي نعاني منها في البحرين هي ثقافة الإفلات من العقاب، هي سياسة ممنهجة لهذا النظام، هو يقوم بحماية الجنا والقتلة والجلادين، وهي أحد أهم المشكلات التي نعاني منها يعني في البحرين. والكل يشاهد يعني كيف يسرح ويمرح الجلاد عادل فليفل، ويرفع حتى شكوى على نبيل رجب، وهو المسؤول عن مقتل وتعذيب العديد من المواطنين في التسعينات، وحتى هؤلاء الذين يعني المسؤولين عن مقتل كل الشهداء منذ 14 فبراير حتى الآن، وعذبوا المساجين وهدموا المساجد، ليسوا في السجن بل يتمتعون بالحرية ولا يزالون في مناصبهم ولم تتم محاسبتهم. لا يمكن أن تكون يعني هناك عدالة انتقالية، أو كما يتم يعني الآن النشر أن مصالحة، لا يمكن أن تكون عدالة انتقالية، نسميها بالمعنى الحقوقي عدالة انتقالية، أو مصالحة دون جبر الضرر، دون محاسبة القتلة. يعني أي كلام من هذا القبيل دون محاسبة مسؤول عن القتل هو محكوم عليه بالفشل. نهاية الكلمة، أنا أطالب يعني أهالي الشهداء الذين لم تحقق الداخلية في مقتل أبنائهم بأن يرفعوا شكاوى
ضد الجهة التي يعتقد أنها وراء مقتل ابنهم. وأنا على الرغم يعني أقر ودائما أكتب سواء في التويتر أو حتى في بيانات مركز البحرين لحقوق الإنسان بعدم استقلالية القضاء، لأنه يرأسه وزير العدل. وزير العدل هو رجال كاذب، كذب في مؤتمر صحفي، اتهم الأطباء زورا، هدم المساجد. أنا أتفهم هذه الأمور، يعني بما معناه المختصر عدم استقلالية القضاء أو منتك قاضي إذا كان خصمك قاضي، كل هذا أتفهمه. لكن أنا عندي موضوع ثاني، يعني كل نشطاء حقوق الإنسان إذا بيرفع شكاوى في خارج البلاد في المحاكم الدولية، أحد شروط رفع شكوى في المحاكم الدولية هي أن يتم رفض الشكوى في المحكمة في محكمة بلدك. فلذلك احنا نتمنى من الشهداء، من أهالي عفوا الشهداء، يرفعوا شكوى حتى لو يقولوا ما حصلنا القاتل، بس يعطونهم رسالة إن ما حصلنا أو رفضت شكواكم. بهذه الرسالة احنا نقدر نتواصل مع المنظمات الدولية ومع المحاكم يعني الأوروبية لرفع شكاوي، لأن هذا أحد أهم الشروط. وأنا أعلم بعد في الوقت نفسه أن هناك بطء في العمل الحقوقي أو في خصوصا في موضوع المحاكم الدولية، هذا شيء طبيعي، ولكن صدقوني كل هؤلاء المسؤولين عن القتل ستتم محاسبتهم على الرغم من بطء العملية. هو العمل الحقوقي شدي يعني بطيء، يعني سواء محليا أو حتى دوليا على مستوى ملاحقة الجلادين ما يكون سريع بمثل السرعة. نتفهم أن السلطة عندها قوة، يعني بغت تعتقل فلان في نفس دقيقة تعتقله. العمل الحقوقي مو شدي، مو بهالسرعة. لكن أنا كمطلع على القانون الدولي، على النشاط الحقوقي خارج البلاد، متأكد ويعني أؤكد لكم بأن سيكون هناك ملاحقة جدية لكل هؤلاء القتلة والمسؤولين عن